أعزائنا مشاهدي فضائية نورسات وتلفزيون تيليلومير، نرحب بكم مجددا ونبدأ معكم بأبرز العناوين. خدام الرعاية في الأردن يحثون على تمتين الوحدة بين الكنائس. المطران خريستوفوروس يترأس قداسه الاحتفالية الأول. رعوية الشباب تقيم لقاء العلاقات للشبيبة الجامعية والعاملة. أهلا بكم. انطلاقا من روح المحبة والسلام الذي تنادي به التعاليم المسيحية، انطلقت في الأردن أعمال لقاء خدام الرعاية الذي نظمته جمعية دار الكتاب المقدس بمشاركة عدد من الأساقفة والكهنة من مختلف الكنائس. المزيد في سياق التقرير التالي. جملة من الموضوعات والقضايا التي تهم الآباء الكهنة والرعاة الكنسيين من وعظ وإرشاد وتراث موسيقي كنسي كانت محور اللقاء السنوي الثالث الذي نظمته على مدى يومين في البحر الميت جمعية دار الكتاب المقدس في الأردن بحضور عدد من الأساقفة والكهنة من مختلف الكنائس الرسولية في المملكة. السيد منذر النعمات مدير الجمعية وبعد افتتاحه لفعاليات اللقاء قدم نبذة عن أعمال ونشاط الجمعية التي مضى على إنشائها نحو 22 عاما، حيث سعت منذ تأسيسها إلى رفع الوعي في الكنائس من خلال تعريف الرعاية بالكتاب المقدس، مشيرا إلى دور الجمعية في تنمية أواصر الصداقة والمودة والتعاون بين أعضائها وبين غيرها من الجمعيات والمؤسسات الصديقة والشقيقة المماثلة، وذلك انطلاقا من روح المحبة والسلام الذي تنادي به التعاليم المسيحية. إجت السنة هاي تحت عنوان مفهوم الرعاية في الكتاب المقدس، واللي بيركز على مفهوم الرعاة والرعاية، وبيستنبط مبادئه من الكتاب المقدس. رح نحكي فيه عن الرعاية وفن الوعظ، رح نحكي عن الرعاية والمشورة، ورح نحكي كيف يكون في توازن ما بين الرعاية ودور الراعي في الرعاية ودوره الإداري ومهامه اللي متطلبة في هاي الحياة إداريا. اللي بفرحنا أكثر في هذا اللقاء هو وجود العائلة الكنسية واحدة من كل الكنائس. إذا بتشوف اليوم بتشوف كل العائلات الكنسية، ما بدي أذكرهم حتى ما أنسى حدا، لكن كل العائلات الكنسية بلا استثناء اللي موجودين على الأرض الأردنية هم موجودين في هذا اللقاء وممثلين بهذا اللقاء. هذا الجو من الأخوة، من المحبة، من التعاون، من الشراكة مع بعض، مع فتح الأفاق ما بين الرعاة والكنائس. هذا الثمر اللي احنا بنقدر نعتز فيه اليوم كلياتنا كدار كتاب مقدس، ككنيسة الأردن، رعاة كنيسة الأردن، بنقدر اليوم نعتز فيه انه هو نموذج. ودائما الأردن عم يسجل نماذج كثير، إن كان في العلاقة الأخوية ما بين المسيحيين والمسلمين، فما بالك كمان أنه يكون هو كمان نموذج، يسجل العلاقات، يكون نموذج في العلاقات الأخوية ما بين المسيحيين والمسيحيين. وبيّن رئيس الهيئة الإدارية لجمعية دار الكتاب المقدس الأب إبراهيم دبور أن هذه اللقاءات من شأنها أن تعزز الوحدة بين الرعاة من مختلف الكنائس وتزيد الألفة والمحبة فيما بينهم، مشيداً بدور جمعية الكتاب المقدس التي تضع على رأس أولوياتها الالتقاء حول الكتاب المقدس وتجمعنا بمحبتها وخدمتها وعطائها حتى صارت مظلة يحتضن بين ثناياها كل المسيحيين في هذا الوطن. فرحتنا كبيرة المزبوط إنه منشوف رؤساء ورعاة كنائسنا في الأردن بيجتمعوا مع بعض، بيحيوا مع بعض، نعيش مع بعض، نحترم بعض، نتكلم في الكتاب المقدس سوية، نشرح الكتاب المقدس، وكل ما اقتربنا من الكتاب المقدس اقتربنا من الله واقتربنا من بعضنا البعض. بشجع دائما مثل هيك اجتماعات، هاي الاجتماعات اللي أدت إلى الوحدة بين كتير، بين من الرعاة من كافة الكنائس،
من كافة الكنائس، وصار في بناتنا ألفة، صار في بناتنا محبة، صار في بناتنا علم. والتعددية هي غنى للكنيسة. علينا أن نحب بعضنا بعضا بمحبة صادقة دون رياء، دون رياء. محبة تخدمه، تخدم كلمته، تخدم نشرها في أرجاء هذا البلد. لأنه بكل صراحة إحنا ما إلنا إلا بعض. ومن جهتهم أشاد المشاركون من الكهنة وخدام الرعاية بأهمية هذه اللقاءات، داعين إلى استمرارها بشكل سنوي حتى تزيد من محبتهم لبعضهم وعطائهم للآخرين، وحتى يستطيعوا أيضاً أداء رسالتهم الروحية والدينية والاجتماعية. أكيد الشعور جميل جداً جداً، لسيما بعد عيد العنصرة. امبارح الكنيسة عيدت للعنصرة ولحلول الروح القدس واجتماع كل الشعوب. حسب أعمال الرسل بقلنا أنه كان في كل الشعوب، كل الأمم كانت مجتمعة. واليوم بالنسبة لنا كمان هذا اللقاء هو عنصرة جديدة بالنسبة لكنيسة الأردن، من خلال اجتماع كل الكنائس وكل الجماعات الكنسية في هذا اللقاء، لقاء خدام الرعاية. بالتأكيد هذه اللقاءات ليست هي مفيدة فقط ولها إيجابيات أو ردة فعل إيجابية على خدام الرعاية فقط، بل على كل رعاية الكنائس. الشعب حينما يجد راعيه أو خادمه أو كاهنه مع بقية الرعاية، خدام الرعاية من الكنائس الأخرى سواء الكاثوليكية أو اللاتين أو الإنجليين أو هذا بيكون له كمان مردود إيجابي على العلاقات بين المسيحيين ببعضهم ببعض. انطباعي أولا بهذا الحس المسكون تجاه الآخرين، أولا هذا الجميع يجتمع، ما أجمل أن يجتمع الإخوة معا، وثانيا بعطيني أيضا حافز لأكون منفتح على الآخر، العمل مع الكنائس الأخرى بالكتاب المقدس، نبعد نوعا ما عن هذه الخلافات ونجتمع حول كلمة الله اللي بتوحدنا وإيماننا ومعموديتنا بيسوع المسيح. نتمنى أن تدوم هذه الأمور، لأنه في هذا المؤتمر وفي هذا اللقاء سنتعلم أشياء كثيرة عن الوعظ، نتعلم عن الرعاية، نتعلم أشياء كثيرة عن كيف تكون الحياة وكيف تكون الحياة المسيحية الحقيقية، كيف يتعامل الخدام مع الرعاية، وكيف يتعامل الخدام مع عائلاتهم، وكيف يتعامل الخدام مع أوطانهم، وكيف يتعامل الخدام مع مجتمعاتهم التي هي مختلفة وفي من كل مكان. أنا بشكر نورسات اللي هي دائما سباقة إلى هذه اللقاءات، ودائما نراها بالطليعة، ونتمنى من الرب أن يرعاهم ويحميهم ويجعل كل أمورهم أن تكون هي لمجد الله الآب في كل الأمور. محبة تخدمه، تخدم كلمته، تخدم نشرها في أرجاء هذا البلد. بكل صراحة إحنا ما إلنا إلا بعض. قام سيادة المدبر الرسولي بير باتيستيا باتسبالا يرافقه الأب جوزيف السويس بزيارة رعوية إلى بلدة الإسماكية في محافظة الكرك، بهدف الاطلاع على أحوال أبناء الرعية والوقوف على التحديات التي تواجههم، حيث التقى فيها فعاليات الكنيسة من لجان وشبيبة.
القديس ميخائيل للاتين ترأس سيادته خلال الزيارة القداسة الاحتفالية باختتام الشهر المريمي بمعاونة كاهن الرعية الأب إبراهيم نفاع والشماس الإنجيلي زعل حجازين وحضور عدد من الأخوات الراهبات وجموع المؤمنين. وفي كلمة الأب نفاع رحب فيها بسيادة المطران شاكراً إياه على هذه الزيارة التي تدل على حرص الراعي على رعيته. هللويا 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 هللويا. نخبر بموتك سيادة المطران بير باتيسيا باتسبالا أكد فيها أنه علينا عيش المحبة فنحن شركاء حقيقيون في حمل رسالة المحبة والسلام إلى العالم أجمع. هذه هي زيارة الأولى لبلدة السماكية وأنا سعيد أن أرى هذه الجموع الكبيرة من المؤمنين وبنعمة من الروح القدس فإن قلوبهم تفيض بنور ومحبة المسيح متذرعا لربنا ومخلصنا أن تظل قلوبهم عامرة بنور الإيمان. لكن نجنا من الشر ثم جرى بعد ذلك الاحتفال بنهاية الشهر المريمي بدورة احتفالية في ساحة الكنيسة وأخذ الصور التذكارية على أنغام معزوفات شعبية قدمتها كشافة ومرشدات القديس يوحنا المعمدان في مأدبة. في كنيسة الفادي الإنجيلية الأسقفية العربية بعمان بخدمة رسامة الشماس وديع الفار إلى رتبة قسيس حيث ترأس سيادة رئيس الأساقفة المطران سهيل دواني هذه الخدمة بحضور جمع من المدعوين. إلى المزيد. ترأس سيادة رئيس الأساقفة سهيل دواني مطران الكنيسة الإنجيلية الأسقفية العربية في الأردن والأراضي المقدسة خدمة رسامة الشماس وديع الفار إلى رتبة قسيس بمعاونة القس فايك حداد راعي الكنيسة ولفيف من الكهنة من الأردن والأراضي المقدسة حيث التأم جمع من المدعوين ومحبي وذوي الشماس في كنيسة الفادي الإنجيلية الأسقفية العربية بجبل عمان ليحتفلوا بمراسم السيامة. فدفع إليه سفر أشعياء النبي ولما فتح السفر وجد الموضع الذي كان مكتوبا فيه روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين أرسلني لأشفي المنكسري القلوب لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر وأرسل المنسحقين في الحرية وأكرز بسنة الرب المقبولة. وخلال القداس رفعت الصلوات وقدمت القراءات الخاصة بهذه المناسبة حيث تلا سيادته نص الصيام معلنا أن الشماس وديع الفار قد سيما كاهنا قسيسا على مذبح الرب.
أن تعظ بكلمة الله وتخدم الأطباء المقدسة للجماعة التي تعين عليها قانونيا. إدعم ربنا يسوع المسيح يقدم لكم خادم الرب القس وديع الفار. وتلا القس نائل أبو رحمون نص العظة التي جاء فيها إن الرسامة هي احتفال بإقامة كاهن جديد في حقل الرب وخادم للكلمة والكنيسة، والاحتفال اليوم بتقديم الشماس وديع ذاته لخدمة الرب وشعبه ليكون كاهنا للأبد على رتبة ملك صادق. فكن على مثال تيريزيا الصغيرة، الحب في الكنيسة، الحب في الرعية، الحب في المجمع وبين إخوتك الرعاة. أصلي حتى يباركك الرب يا أبونا وديع، ويحرسك ويضيء الرب بوجهه عليك ويرحمك، يرفع الرب وجهه عليك ويمنحك الفرح والسلام. وفي ختام الصلاة هنأ سيادة المطران والأخوة القساوسة وجموع المدعوين القس وديع الفار، متمنين له خدمة مباركة ومثمرة في كنيسة الرب. طبعاً بعد رسامته لرتبة الكاهن أو القدسية، والآن هو طبعاً يخدم في كنيسة المسيح، ونشكر الله لأنه الرسامة طبعاً وقعت في يوم العنصرة حول الروح القدس، ونسأل ونصلي من أجل روح القدس، استدعاء روح القدس يكون مع الخادم الجديد ويقويه ويرشده في مهمته وفي خدمته القادمة. فأنا بشكر ربنا عشان أعطاني هاي الدعوة، دعوة أخدمه أكون شريك بهاي الخدمة عشان أقدر أوصل لأولاده وبناته كل مكان، أرعاهم، أدير بالي عليهم، أشارك بالأسرار، ومن خلالها نقدر نوصل لشعب ربنا. فأنا بشكر الكنيسة، بشكر رئيس سقفتنا عشان دعمني بهاي الدعوة، للرعاة كلهم، وقدرت أوصل لهذا المكان بنعمة ربنا ورعايته ورعاية الكنيسة. وبطلب أنكم تذكروني بصلاتكم عشان أقدر أكمل هاي الخدمة اللي انطلبت إلها. آمين. المطران خريستوفوروس حنا عطلة في دير السيدة العذراء ينبوع الحياة بدبين قداسه الاحتفالية الأول، وذلك عقب قرار المجمع المقدس ترقيته لهذه الرتبة، وبمعاونة لفيف من الأباء الكهنة وحضور جمع من المؤمنين رفعت الذبيحة الإلهية على نية سيادته وخدمته الجديدة، ضارعين لله أن يمنحه البركة والمعونة في خدمة كنيسته ورعيته. خريستوفوروس في عظته قائلا إن نعمة الله التي أعطيت إلينا من خلال الخدمة الأسقفية هي صليب، ومسؤولية الأسقف في الكنيسة أن يكون خادما كما كان المسيح،
فالهدف هو خلاص أنفس الرعية من خلال الحفاظ على أبناء الكنيسة، ملتئمين حولها يعيشون كلمة الإنجيل ويمارسون حياة القداسة. الأسقفية هي خدمة، هي صليب، ومسؤولية الأسقف في الكنيسة أن يكون خادم كما كان المسيح. مسيحك أتيت لأخدم وليس لأخدم. حدد هون من يجب، كيف لازم يكون رئيس الكهنة في الكنيسة. فرئيس الكهنة في الكنيسة هو خادم للشعب، هو خادم للمؤمنين. هدفه الوحيد والأصيل والرئيسي هو خلاص نفوس أبناء الرعية. فقط إنه كيف بده يخلي أبناء الكنيسة إنه يكونوا قريبين من لتورجية الكنيسة، من حياة الكنيسة، يعيشوا حياة القداسة، يقدروا يعيشوا أسرار الكنيسة، حتى يكونوا أعضاء أحياء في جسد يسوع المسيح، حتى يقدروا إنهم يخلصوا. هذا هو هدف الأسقف، وهذا هو هدف الكنيسة، وهذا هو هدف الكهنة والأباء الأجلاء، كل واحد في رعاياه. كيف منا نخلص أبنائنا؟ كيف بدهم يضلهم قريبين من الحق والحقيقة؟ اللي الحقيقة اللي هي بتحررنا، اللي هو يسوع المسيح وإيماننا فيه، لما منتحرر من أهوائنا، من شهواتنا، من خطايانا، من إنساننا العتيق، ونحن متحررين من هذا الإنسان العتيق، نلبس الإنسان الجديد اللي هو إنسان النعمة، إنسان القداسة، إنسان المنبعث من القبر الخلاصي، الرب والمخلص يسوع المسيح، الإله الكامل والإنسان الكامل. أبنائي شكراً لكم، صلوا دائماً لربنا إنه يعطينا كل نعمة وبركة، يحمي الدير، لأنه بدايتنا كانت من الدير، والدير رح يكون مركز لإشعاع مسيرتنا الروحية وسياسة الكنيسة في الأردن من هلأ وطالع. هو رح يكون المركز اللي منه رح تنطلق الحياة الروحية الرهبانية في الكنيسة، حتى تقدر إنها تدعم أبناء المؤمنين من خلال الصلاة، لأنه الأديار هي الصلاة، حتى تقدر إنه تكون إشعاعها يبث لقلوب أبناء الكنيسة. منصلي لربنا إنه يعطي الأم إيرينيا رئيسة الدير، أخويتها الراهبات كاترينا وثكلا والمبتدئات، وكل الإخوة والخوات اللي رح يكونوا في هاي المسيرة ويشاركونا فيها، إما كانوا هلأ شباب ورح يدخلوا في الكهنوت، لأنه الكنيسة رح تفتح أبوابها للأبناء الحقيقيين اللي بدهم يخدموا، حتى يلتحقوا بالإكليروس ويكونوا معاونين إلنا، حتى نقدر كلنا مع بعض نعمل واجباتنا في خلاص نفوس أبناء الرعية. أبنائي شكراً لكم، كل سنة وأنتم سالمين، نعمة ربنا تكون معكم وتحميكم وتبارككم في كل خطوة من خطوات حياتكم. نظمت لجنة الشبيبة التابعة للمجلس الكاثوليكي لرعوية الشباب بالتعاون مع جمعية دار الكتاب المقدس يوماً تدريبياً حول العلاقات بين الشباب للشبيبة الجامعية والعاملة في مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك أم السماق، بحضور سيادة المطران كير جوزيف جبارة والأرشمندريت بسام شحتيت النائب الأسقف العام، والأب مودي هنديلي المرشد الروحي للمجلس الكاثوليكي، والسيد منذر النعمات الأمين العام لجمعية دار الكتاب المقدس. وبدأ اللقاء الذي حضره ما يقارب 30 شاباً وشابة من شبيبات الروم الكاثوليك في الأردن بكلمة ترحيبية من لجنة الشبيبة والأب مودي هنديلي. ثم توجه السيد منذر النعمات بكلمة شكر وتشجيع للشبيبة، متحدثا فيها عن سر الزواج المقدس وأهمية مثل هذه الدورات التدريبية لمساعدة الشباب في اتخاذ القرار المناسب. وتضمن اللقاء التدريبي عدة محاور حول أهمية تغذية الإرادة والفكر لنعمل بما يتوافق مع قيمنا وتعاليمنا، والعقبات التي يواجهها الشباب المسيحي والتي تمنعه من الوصول إلى القداسة، وماذا عليه أن يعمل لتحقيق القداسة من خلال المثابرة في الحياة الروحية واحترام إرادة الله في حياتنا. رعى نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء المهندس جمال الصرايرة احتفال نادي شباب الفحيص بعيد الاستقلال 72 بحضور محافظ البلقاء نايف الحجاية وعددا من المسؤولين وجمع كبير من أبناء المنطقة. وقال الصرايرة في كلمة الافتتاح إن الشعوب التي تعتز بمناسباتها هي شعوب تنتمي إلى منجزاتها وتحرص على ما تحقق على ثرى أوطانها،
وأن الأمم التي احتفظ بها التاريخ في ذاكرته هي الأمم التي وازنت بين متطلباتها الوطنية وأدوارها القومية. ومن جهته قال رئيس نادي شباب الفحيص أيمن سماوي إن الاستقلال هو مناسبة نستذكر بها عزيمة الرجال الذين ضحوا في سبيل هذا الوطن، مضيفاً أن الأردن أخذ موقعاً عربياً ودولياً متقدماً فضلاً عن إسهاماته في بناء السلام وتحقيق الإصلاح والديمقراطية ورفع مكانة المرأة والشباب. وتخلل الاحتفال مسيرة لمجموعة كشافة نادي شباب الفحيص وافتتاح معرض الاستقلال الذي تضمن صور الهاشميين، إضافة إلى قصائد شعرية تغنت بالأردن وعرض غنائي لفرقة الرواد. وفي نهاية الاحتفال كرم السرائر الرؤساء الذين تعاقبوا على رئاسة بلدية ونادي الفحيص منذ التأسيس. إلى هنا مشاهدين وصلنا لنهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. خدام الرعاية في الأردن يحثون على تمتين الوحدة بين الكنائس. المطران خريستوفوروس يترأس قداسه الاحتفالي الأول. رعوية الشباب تقيم لقاء العلاقات للشبيبة الجامعية والعاملة. ختام النشرة. مزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإلكتروني www.nursadjordan.com. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.